كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي يلا سوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا ايه ده ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره، خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. شكرا. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيتي انا متشكر. انا شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا أجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكسي اشتري ابيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي. أنا مش هتكلم خالص بقى بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة حفيد القرصان ح
حفيد القرصان اهو حفيد القرصان يس برافو 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 عليا بجد ام جينيس وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشري هندي على فكره انا اللي حليتها ايوه ساعدتني يعني كيه استنى بقى عشان اقرا انهم ليس ومعنى انهم ليس ومعنى انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى سيف اتفضل اقراها كده انهم ليسوا معنى يعني ايه ليسوا بقى طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا ناس اسمها ليسوا هو انت بتبرري اي حاجه قصه خياليه ناس كاتبه حاجات بصي انا هقرا القصه انا لما اقراها وهفهمك اوكي اوكي يا ما هذا المكان القديم اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا بص يا ستي كان يا مكان كان فيه ولد يبقى حفيد قرصان القرصان ده كان عنده كنز كنز كبير فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه سيف الجاكيت ده كنزه واو اول مره الجاكيت اللي انت لابساه كنزه ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت سيف ما تزعقش احنا ان بابليك انت اللي بتنرفزيني ما تنرفزنيش انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي خلينا نخلص واضح ان انا مش عارفه احل اللغز نكلم حد بقى يساعدنا نكلم عم بندق كان البندق نفع نفسه ده راجل متخلف نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول طيب انا عندي فكره مش انتوا عندكم شركه شحن اه في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه سيف ايه احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه احنا عندنا ثلاث مراكب الدلوعه فلافيلو واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه إيه الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب2 جنيه اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه حكايه صح سيف بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزه امشي انا كمان تعبت بصراحه طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان انا كمان دماغي وجعتني صح عندك حق بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي طب ابات فين تعالي باتي عندي نعم اعتبريني ما قلتش حاجه انا اسف بس انا نو واي اروح ابات عندهم انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع انا مش فاهمه اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم تحلق لنا ازاي بس لا طبعا تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه اكيد يعني مش هتضيع وبتسيب الست دي هنا تجيب ايه انت اصلك هبله يا بنتي زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده هاي شريهان حبيبتي عامله ايه وحشتيني قوي بصي انا جبت لك معايا ايه الله الشبح الكبير شفت بقى ظلمتها كانت بتجيب لي الشبح سبحان الله لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمكان ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده طب تصدقي انت يا ست كل ان انا اقول حاجه زي كده اصدق عادي جدا ايه ده ما كانش العشم خالص طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي عملت لها سندوتش ما كلتش عملت لها شربة ما شربتش حطيت لها فول ما فولتش جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش وقعدناها على المقاشة ما طارتش ممكن تكون كانت مش جعانة بس هي بتاكل أي حاجة عادي طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت اعملي لي سوشي ايه عارفاه مش ده العدسه ابو جبه ايه ده انا فيه كده وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر وانت ايه
حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانزل. قوم ياد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش السمعدان. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبهولنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقاطعة. على فكرة انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وانت عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجلة. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. جود فور يو. خدت والله، خدت جود فور يو وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو؟ هو ايه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفه. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ معروفه. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامل ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. تشقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل. الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي،
بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. ازيها ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. يلا نقص يا زيزو. ازيها؟ بس مش الدرجه دي. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا، في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا همسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا دو أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى يا دو أنت وهو. وخليني أتنقل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. Thank you.
خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهاردة؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعة. لا يا اخويا، 7 ايام اجيلها كل عايز الواد ادارة تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصل ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا واد يا ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كلمت يا هاني، ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتأمرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتأمرزها لي دي؟
ما هي دي المصيبه ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امره ذاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده، حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم، دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة إنك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا اللي يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيه بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. أنا مبسوط جدا النهارده. للدرجة دي أنا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، أنا خلصت الليمت بتاع الكريدت بتاعي ولازم أشتري شانيل باك باك الجديدة. بس كده؟ هي دي حاجة بسيطة؟ أنا بقالي 3 أسابيع ماشية بستيل مكارتني، هفضل عايشة بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي إطلاقا، أنا مستغرب فعلا إزاي ماشية بستيلا ديت، ما تجيبي سقارة ولا حتى ثينكل. أيوة يا سو. أيوة يا ليلي، أنت رحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك يا بنتي؟ مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزيه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. أوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلتي وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها، الست كلاسي الشيك، she was a queen، مش عارفة ازاي كانت مندمجة معاك. انت كل حاجة بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكة. دي عاملة زي بتاعت المغنيين، ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحة اجيب فعلا اجيب واحدة رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه 5000 دولار. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيرة بقى كلها تيجي. الأطفال، أطفالنا الأوفياء ييجوا. يلا يلا ثروة بلدنا، أهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. أنت مش قلت العيال الصغيرة تيجي؟ يلا تزحلق، يلا تعالوا نهدى ونثبت.
يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح ثانية واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ أهو تعالى. تعالى 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 تعالى. أهلا 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 أهلا. اسمك إيه؟ إسماعيل. إسماعيل، إسماعيل إيه؟ أحمد محمود الجدي. إسماعيل أحمد محمود الجدي، أهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا إسماعيل؟ سانك. سانك، هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالألماني يعني 8. 8؟ ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ خمس سنين. طب وإيه إحساسك بقى يا سمعة وأنت بقى عندك 5 سنين؟ يعني هو كل لوحدي وبعمل الحاجات دي. أنت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات إيه؟ إيه الحاجات اللي لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة عبيط؟ ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسك. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ الله انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما اكون بتعمله بمبار واحط كده والحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب وانا ما قلت. انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا عيني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرجوا نشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه؟ لا بعد مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره سيبوني انا وسيبني افتحه ده بقى. ماشي افتح مين؟ تعالى بس كده افتح. ايه؟ مش هعمل حاجه هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. ادي الشاكوش يا شوشو. حرام عليكم حرام عليكم. اسمع انتوا فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو الليل
قوي قوي يا سعد. اوكي اوكي ما تقولش ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه ونص وشي الشمال منمل وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى، مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي انا عايش معاك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يلا يلا يا مامي يلا. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا. اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي. انا رايحه التواليت. باي. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟